وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الصندوق السيادي المصري في تعزيز جهوده الهادفه لتحقيق الاستغلال الامثل للفرص الاستثماريه الواعده في الدوله وتطويرها بشكل مدروس ومستدام بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص، تعظيما لمقدرات الاجيال الحاليه والقادمه لجميع المصريين، ولبناء قاعده اقتصاديه واستثماريه متناميه ومتنوعه تؤدي الى توفير المزيد من فرص العمل المتميزه للمواطنين وزياده متوسطات الدخل ورفع مستوى المعيشه. جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاحد مع رئيس مجلس الوزراء ووزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه، والذي تم خلاله عرض مجمل مشروعات وانشطه الصندوق والشراكات التي ابرمها الصندوق مع عدد من الصناديق السياديه العربيه والعالميه، بالإضافة إلى الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة. كما تمت الإشارة إلى دخول الصندوق المصري ضمن أكبر 50 صندوقاً سيادياً عالمياً رغم حداثة نشأته في عام 2018 والتحديات العالمية والإقليمية المتعددة خلال السنوات الأخيرة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف العمل للانتهاء الكامل من المشروع القومي الكبير والمهم لتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس لتحويلها لمدينة طبية عالمية وضمان استدامة التشغيل والصيانة والإدارة على أعلى مستوى، بما يحقق هدف الدولة المتمثل في تقديم خدمات طبية متميزة لعموم المصريين بشكل حقيقي وملموس ومستدام، بالإضافة إلى تطوير بيئة البحث العلمي الطبي وتعزيز دور مصر كمنارة علمية وطبية في المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ومستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تطوير قطاع التعليم العالي لتعزيز الربط بين شباب مصر من الطلاب والخريجين الجدد مع ما يشهده العصر الحالي من تطور سريع ومتلاحق في العلوم والتكنولوجيا والاتصالات، بحيث يساهم الطلاب المصريون بشكل فاعل في عملية إنتاج المعرفة ويضع مصر على الخريطة الإقليمية والعالمية للتعليم العالي والبحث العلمي في ظل الطفرة التي شهدها، ومنها تضاعف عدد الجامعات خلال سنوات قليلة من 49 جامعة في عام 2014 إلى 92 جامعة في العام الحالي، سواء جامعات حكومية أو أهلية أو تكنولوجية أو خاصة أو فروع لجامعات أجنبية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ومستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 163 لعام 2023 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ويحل الجهاز محل الوزارات المختصة بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي والتموين والتجارة الداخلية والثقافة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجهاز تنمية التجارة الداخلية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومكتب براءة الاختراع ومكتب حماية الأصناف النباتية، وذلك في الاختصاصات المقررة لكل منها في القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية ونشر القانون في الجريدة الرسمية. بحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي سبل النهوض بنشاط تصدير العقار من خلال مناقشة واستعراض عدد من المقترحات والإجراءات التي من شأنها النهوض به باعتباره إحدى آليات توفير النقد الأجنبي، وذلك في ضوء التوجيهات الخاصة بدراسة المقترحات المطروحة في هذا الملف. كما ناقش مقترح عقد اجتماعات مع الخبراء من المصريين في الخارج المختصين في الاستثمار العقاري لتبادل الرؤى حول كل ما يخص هذا الملف. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي بمقر الحكومة في مدينة العالمين الجديدة مع محافظ البنك المركزي ونائبه ووزراء العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة واستصلاح الأراضي وشؤون المجالس النيابية ورئيس هيئة الرقابة المالية ومعاونين الوزراء. وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والمالية ونائبه للسياسات المالية. تعقد غدا الاثنين بمدينة العالمين الجديدة القمة المصرية الأردنية الفلسطينية والتي تجمع الرئيسين عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وتأتي تجسيدا للتشاور والتعاون الدائمين والمستمرين تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية. ويبحث القادة الثلاثة آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية. قامت الهيئة العربية للتصنيع اليوم بتسليم وزارة النقل أحد قطارات مترو الأنفاق الخط الثالث من إنتاج مصنع مهمات السكك الحديدية سيماف التابع للهيئة.
وخلال تفقد رئيس الهيئة اللواء مختار عبد اللطيف ووزير النقل كامل الوزير وقيادات هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق العمل بالمصنع، أكد عبد اللطيف على اهتمام الهيئة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة واستغلال الطاقات الإنتاجية كافة لزيادة التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وصناعة النقل في مصر لتدعيم منظومة السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل الذكية بالاستفادة من الخبرات العالمية.